السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: وسط قمع الميليشيات للمتظاهرين، ثورة تشرين صامدة ومستمرة. تستمر محاولات أحزاب السلطة والميليشيات التابعة لها لقمع ثورة تشرين والمنتفضين من رجال ونساء العراق، حيث شهد الأسبوع الماضي هجوما واعتداءات على ساحات الاعتصام من قبل ميليشيا السرايا القبعات الزرق التابعة لمقتدى الصدر، حيث ارتكبت هذه الميليشيات بأوامر من زعيمها مجزرة في محافظة النجف راح على أثرها أكثر من 200 متظاهر سلمي بين شهيد وجريح، بالإضافة إلى هجوم نفس الميليشيا على ساحات التظاهر والاعتصام في كربلاء والناصرية وبغداد ومحافظات أخرى. وبالرغم من إعلان مقتدى الصدر حل ميليشيا القبعات الزرق، إلا أن ميليشيا السرايا التابعة له هاجمت المتظاهرين في بغداد واعتدت عليهم بالسكاكين وأسلحة مختلفة بعد سويعات قليلة. كل ما ذكرناه سابقا لم يثني المتظاهرين من التوافد وبأعداد كبيرة وزخم أكبر وأعلى إلى ساحة التظاهر لتكتظ بهم أكثر وسط وجود ملفت للمرأة العراقية. مشاهدينا، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين التي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. فاصل ونعود. الوطن أغلى مني وأغلى من عائلتي وأغلى من أولادي، هذول كلهم ولدي. إيش بعد معاصراني وياهم؟ إحنا كل التعيد وحدنا عراقيين على الغيرة. قضية أبد نهائياً مو تعيين وتغيير وما أعرف شنو، لا، صارت القضية قضية وطن، قضية إسقاط نظام، إحنا النظام ما نريده. أنا خايفة على القضية. أجل أنا ما خايفة. هلا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستعرض مع حضراتكم بعض المقاطع قبل أن نبدأ الاتصالات. نبدأ طبعا من احتشاد أعداد كبيرة من طلبة جامعات وكليات بغداد في ساحة التحرير وسط العاصمة. أظهرت لقطات مصورة مسيرة نسوية كبيرة وهن يرددن هتافات مؤيدة للثورة ومطالبها المشروعة. دعونا نشاهد. طبعا شهدت مناطق في بغداد أيضا وفي محيط ساحة التحرير تظاهرة نسوية حاشدة للتأكيد على مشاركة المرأة العراقية في فعاليات ثورة تشرين ودعما لمطالب الثورة بإسقاط النظام والأحزاب السياسية الفاسدة. فنشاهد. بعد المشاركة اللي
النساء وحضورهم في ساحه التحرير استمر هذا الشيء والتحشيد بعد يوم 25 كنا لاحظنا دور المراه. اليوم المراه ترجعت علي صوتها بعد المناشدات اللي ظهرت في ساحه التحرير. بعد كل صوت ناداها المراه هنا جزء ومكمل لكل الموجودين بالساحه. طبعا ايضا لدينا من محافظة البصرة مشاهدينا الكرام مسيرة نسوية انطلقت من الجبالة وصولا لساحة اعتصام البحرية دعما لزخم التظاهرات وتأكيد الثبات حتى تحقيق مطالب الثورة. فلنشاهد. نبدأ مشاهدينا الكرام أول اتصالاتنا في هذه الحلقة من السيد أبو حيدر من النجف. تفضل يا أبو حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لكم قناتك الموقرة، قناة الأبطال، قناة الحقيقة، قناة الصوت الحق إن شاء الله. حياكم الله. حقيقة الأمر اليوم مواضيع، يعني أنا عندي ثلاث مواضيع. تفضل. أتطرق بهم يعني شوي لأنه مثل ما تقول اللي جاي يصير بينا هو مؤسف ومحزن، يعني انه انت تستقبل بعض الشخصيات وبعض الناس وتتفاجئ بهم، واذا هم يكونون ضد هاي الوطنيه وهذا الشعب وهاي الثوره اللي هم في بدايه الامر اسسوا هاي الثوره وعلى انه هي ثوره الاصلاح، انه تكون ثوره مثل ما تقول تغيير لهاي الناس البسطاء والفقراء اللي جات عن صار لها سنين من ظروف ماديه ومعيشيه صعبه. احنا نطالب نقول يعني احنا بدنا نحدد القضيه انه الموضوع الاول ما يخص سياده الاعراب. نعم. بعض الموجودين بالدوله وبالبرلمان وغيرهم يطلع بالتلفزيون بعض اللقاءات يحكي عن بطولاته وعن سياده وكذا، هي وين هالسياده بالاعراب؟ انا لحد الان ما شفت شيء اسمه قانون وماكو شيء اسمه سياده. لأن لو اكو شيء اسمه سياده واكو قانون وانتم لو صدق تحترمون العراق ما خليتوا الدول تتدخل بشؤون العراق، يعني انا اتعجب على انه بايران يطلع يعطي مثلا فد خطبه من خطب الجمعه او يعطي رايه بموضوع هو ما يخصه. نعم. يعني يتدخل خصوصيات العراق مثل اول ما صارت المظاهره 11 طلع علي خامنئي يقول هاي شيعة الإنجليز، يعني إحنا مثلنا شيعة الإنجليز ولا واحد قدر يرد عليها. نعم. يعني من معممين من عراقيين ما قالوا له أنت على أي أساس وبأي حق تتدخل يعني شخصية العراق. نعم. تمنوا حتى تبطي رأيك. هاي واحدة. الشيء الثاني قبل كم يوم طلع محمد كوثراني. نعم. يوبخ الميليشيات الفاسده. نعم. اللي هي امثاله على انه ليش ما سقطوا هاي الثوره. نعم. او حاول ان يقمعهم بكل وسائل ما قدر، لان قبله كان قاسم سليماني نفس المنهج اللي كان به. قاسم سليماني هم راد يقمع المتظاهرين من كان موجود. نعم. لعنه الله على روحه، مو يقولون شهيد، لا يا عمي مو شهيد، مجرم حرب، خلي العالم كله يسمع، هذا الشخص مجرم حرب، خلال ثلاث ايام قتل 1500 متظاهر بإيران. عن أي دين وعن أي شهادة تحكون؟ وين أكو هيك شيء بالدين؟ هذا دين محمد لو دين اليهود خنفتهم. أسموا الناس تقعد وصلوا وتلطم على الحسين وتصيح يا لسارات الحسين. مو هاي ثورة الحسين، مو هاي الناس البسطاء والفقراء، مو طلعوا يطالبون بحقهم، مو ناب ضعفاء. الحسين الكفر زول رسايل. قالون الحقني من بيت رسول الله يزيد معاوية موتونا. طيب ايضا الحسين عليه السلام هو عائلته نصرة لهم. طيب لا تتوسع ابو حيدر بلا الزحمة عليك، لا تتوسع بالفكرة، خلينا بموضوعنا. نعم. اي نعم، فقصد كلامي انه هي هاي الثورة حبيبة، هاي الثورة المفروض كل مواطن عراقي غيرور يمجد. نعم. هاي الثورة، هاي ثورة اصلاح. ليش كل من يجر صفحة الاحزاب بصفحه والمرجعيه بصفحه؟ حتى المرجعيه ما لها دور، ما لها اي دور، يعني كل جمعه تطلع تطير نقطتين ما بهن اي طعام. ليش ما حرمت الدم العراقي؟ ليش ما حرمت
المتظاهر ليش ما قالت لا يجوز قتل المتظاهرين؟ وهاي اكثر من سؤال احنا سالنا بهذا الموضوع، قلنا لها هل يجوز قتل المتظاهر؟ ما جاوبت. يعني شنو متوارع المرجعيه مع ايران؟ خلينا نفتهم يعني لما العراق يظل بهاي الدوامه ناس ترفع وناس وحتى تكبر. وحتى يا يعني ابو حيدر من تقول المرجعيه نرفض استهداف المتظاهرين السلميين، من اللي يطبق على الارض من الموجودين من احزاب وميليشيات؟ مو حبيب قلبي هذا اللي اقصده، انه انت حتى من جاي تحكي ما جاي تحكي، لا ما حرمت ما قالت لا يجوز، نعم تحكي وكانما مو شيء مرجع يعني مو شيء منهج الدين، نعم وحتى ما تقول شهداء تقول ضحايا يا اخي نكون واقعيين، يعني هل الدرجه اكو خوف من ايران؟ منو ايران هي؟ وليش الخوف؟ وليش التردد؟ وهاي الاحزاب اللي من بعد السقوط لحد هذا اليوم شنو دورها بالعراق؟ نعم. يعني معروف مثلا عندك هذا العامري هو اول شخص كان يقاتل عراقيين وقال اخر قطره دم انا قاتل. طيب. اخر عراقي. ابو حيدر انا اكتف وياك بهذا القدر، اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه معنا. السيد ابو مصطفى من البصره، تفضل يا ابو مصطفى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء شلونكم؟ شلون صحتكم؟ حياك الله ابو مصطفى، اهلا وسهلا، تفضل. ابو حيدر من النجف وصى وكفى، يعني ما خلى شيء ما قاله. نعم. وكل الكلام اللي نريد نقوله هو نفس هذا الحكي تقريبا. طيب انا اريد اسالك سؤال. رأيي الشخصي يعني. اريد اسالك سؤال يا ابو حيدر يا ابو مصطفى. لازم تقبل رايي انت، لازم تقبل رايي. اي نعم اقبل رايي، تفضل. رايي الشخصي هاي المظاهرات اذا تبقى سلميه 700 شهيد، لو متبع 7 ملايين ما تصير شاره. ليش؟ وياي انت وياي؟ وياك وياك. اي لو تبقى سلميه لو يقتلون المتظاهرين كلهم هسه لو تنطبق السماء على الارض. تسلقوا بالكراسي جميلهم. بس هاي المظاهرات يا ابو مصطفى وهاي الثوره غيرت هوايه وكشفت وجوه واثبتت حقيقه واثرت وضغطت على الحكومه. كشفت حقائق في كلهم مثل ما نقول. نعم. بس الثوره سلميه وظل النمط هذا. بس انت تدري يا ابو مصطفى انه اذا تحولت المظاهرات والثوره الى شيء غير السلميه هاي حتكون الفرصه الذهبيه للحكومه والميليشيات حتى تبيد الناس. يا اخي الامم المتحده ودول امريكا هي مجابتهم. نعم. امريكا هم وياهم، امريكا وياهم وكل الدول ضد الشعب هذا المسكين المظلوم. نعم. كله صار على هالشعب هذا وما حد يجي مثل ما قال ابو حيدر كلها مشتاكة بدماء العراق. نعم. الله يوفقهم ان شاء الله، والله لا يستر عليهم وان شاء الله باولاد الشعب يموت ويطيح بريء دم بريء برقابيتهم. نعم. ثماني وكل سياسي والله ينتقم منهم والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، نتفهم مشاعرك يا سيد ابو مصطفى ونقدر حالة الغضب اللي تشعر بها تجاه الشباب والعراقيين الذين يسقطون في المظاهرات شهداء وجرحى، لكن حقيقة يعني يبقى الشعار هو السلمية الذي رفعه المتظاهرون والذي أحرج من في السلطة وأحرج العالم الذي بدأ يتدخل بشكل أكبر من قبل في القضية العراقية وبدأ يتفاعل ويدين ويستنكر. نعم قد لا تكون وفق الطموح، لكن على الأقل كسر هذا الحاجز الذي كان يعتبر العراق دولة مهمشة عن دول العالم في قضاياها عندما تحدث فيها مجازر أو انتهاكات أو جرائم. يعني هذه الثورة غيرت، نطمح بالقادم، نطمح بالمستقبل أن تؤثر أكثر، لكن حرفها عن مسارها وشيطنتها وإدخالها بموضوع بعيد عن السلمية هذا اللي تريده الحكومة والميليشيات والأحزاب من أول يوم انطلقت بها التظاهرات. أبو ياسين من بغداد تفضل. تحياتي لك اخويا لقناه الرافدين. حياك الله، اهلا وسهلا. تسمح لي عندي يعني كلام مدرج على سيدنا مقتدى. تفضل. اخي انا في نظري مقتدى راعي واتباعه انعاج، صار 17 سنه ما يوم واصل افراد الشعب وسال بعض الناس وقال انت ايش محتاج؟ ابد ما صنع خير الناس ومش تجرب تاذيه، واذا اصدق راعي ياذي الناس
مثل إصابة وحجاج هذه الثلاثة إلى يكون الناس وطنيين مثل الصور إذاهات. مقتدى من يطلع بالتلفزيون ويتنفخ بالدين ويسمعه يقول هذا حافظ الإسراء والمعراج، ما يدرون هو رجل فاشل. أبو ياسين أنا بس أريد حتى نخلي الكلام بعيد عن شخصنة الموضوع فقط بشخص واحد اللي هو مقتدى، احنا نحكي بسياساته، نحكي بتصرفاته. يعني مثلا هسه بالجديد شو يقول او يدعو الى منع مشاركة النساء في التظاهرات. يعني ليش يريد يمنع النساء من المشاركة بالتظاهرات؟ شنو الاسباب اللي تخلي مقتدى الصدر يطلع بهيك دعوة يأمر او يعني يقول او يدعو الى منع النساء من المشاركة في المظاهرات؟ أخي نعم أخي، مو هو يعرف يعني أكثر النساء، يعني يقول لك الرجال احتمال جاي من برا أو من داخلين، بس يقول لك النساء إذا خرجت هاي الحكومة، يعني النساء أخي الآن يقول كل العالم كل شيء فقط، فلهذا هو يريد النساء. هو رجل، أنت رجل فاشل أنت. واريد بس لو تسمح لي اني اريد بس بدون تجاوزات يا ابو ياسين رجاء، يعني بلا تجاوزات شخصيه. لا انا ما متجاوز، اقول لك انا هسه حتى من قريت هاي ترى ما متجاوز. طيب بس فضل. اريد اقول لك الكل المتظاهرين، اقول لهم لا تقولون اريد رئيس وزراء. اذا طالبت برئيس وزراء حتى لو يجي من غير انه هو رئيس الدواء البرلمان هو رئيس دوله يقودها شلون بالصحه واحد يا الله، هو في الفئة تدخل بس واحد هو يتسهر، بس مو أنت رئيس وزراء تصير وتسهر لمحن وفي ذاك الحمام. نعم. شكرا يا أبو ياسين، كنت معنا من بغداد. أبو جيفارا من أربيل، تفضل يا أبو جيفارا. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذاتكم البطلة، أحيي الشعب العراقي العظيم، أحيي كافة من الجنوب إلى الشمال. نعم. مثلا المتظاهرين الله ينصرهم إن شاء الله، الله ينصرهم. هذا والله مو حكومة فاسدة تعبانة. هذا سنوات الآخر بس قل لي وين الروح. وأحيي المتظاهرين، أحيي المتظاهرين البطل، أنا وياهم إلى الموت. الروح فدوة لهم، الدم فدوة لهم. نعم. يا سيد المقتدى صدر، يا سيد المقتدى انت رجال، انت رجال نظيف. الله الله بالشعب العراقي يا سيد المقتدى، ابوس ايدك ابوس ايدك، خاطر الله وخاطر محمد وخاطر الحسين. كافي الشعب تعبان، حيل تعبان. احيي الله. السلام عليكم ورحمه الله السلام. وبركاته. شكرا يا ابو جيفارا. أحمد من الموصل، تفضل يا أحمد. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أحمد من الموصل، تفضل. أخوي أول شيء نحن الله يساعد أخواننا المظاهرين. نعم يا أحمد. أحمد من الموصل، تفضل يا أحمد أسمعك. اقول لك الطالب من المظاهرين اخواننا يطالبون يعني بالعفو العام. اكو ناس يعني مساجين مظلومين، يعني حيل مليان. نعم. السجون كلها ظلم، يعني اكو ناس برياسة رب السجن. نعم. الطالب من اخواننا المظاهرين بس يطالبوننا بالعفو العام، اكو ناس مظلومة، طالب لك كلها اكو ناس مظلومة بالسجون. صحيح والله، اكو ناس كثيرة مظلومة، اكو ناس ما عدا شيء. نعم. ايه شكرا اخوي. شكرا يا احمد. مشاهدينا، أود أن أشاهد مع حضراتكم الآن مقطع أيضا من مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، لمسيرة نسائية داعمة لمطالب ثورة تشرين المطالبة بإسقاط النظام وإزاحة هذه الأحزاب الفاسدة، فنشاهد. يوم الخميس المطالب 13/2 المسيرة النسوية في محافظة معنا الآن السيد حبيب من بابل، تفضل يا حبيب. شوك سعد، حياك الله حبيب، أهلا وسهلا. شوك أمور، الله يخليك يبارك بيك، تفضل. احنا جايين نباوع على فضائيات وعلى فضائيتكم. نعم.
نطلب من الله يصلح العراق الى الاحسن. نعم. نعم، وان شاء الله هاي المظاهرات لازم تزمر عن هدف الطاغيه ان شاء الله جميعا من داخل هد الفاو. نعم. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله العراق، لان العراق ما يستاهل هاي المطبات وهاي المشاكل وهاي الشباب. صحيح. صحيح. ايوه اي والله. رايك بمشاركه النساء يا حبيبي؟ يعني انتوا عندكم اليوم ببابل مسيرات نعم. نسائيه كبيره تدعم الثوره تدعم مطالبها، شنو رايك بمشاركه المراه العراقيه بالثوره بهاي الطريقه الفعاله؟ والله النساء هي المراه نصف المجتمع. نعم. وشارك المراه بكثافه ونأيد وندعم هي اساس المجتمع المراه. نعم. ولازم يعلى يعلى بالحق يعلى بالعداله يعلى احنا الريف حكم الفاسدين ما يحكمون العراق. نعم. ان شاء الله لازم نخضع الفاسدين ولازم تجي حكومه نزيهه. نعم. ما تميز ولا طائفيه بين عرب وكرد وشيعي وسني. نعم. مئات بارده مثل ما كنا العراق القبل. صحيح. لكم الخير وافتح المجال لاخوتي. شكرا يا حبيب، كنت معنا من بابل، شكرا جزيلا لك. معنا قحطان من العماره، تفضل يا قحطان. قحطان سيد قحطان موجود؟ فقدنا اتصال مع قحطان من العماره. طبعا مشاهدينا الكرام، كما قلنا قبل قليل، مقتدى الصدر دعا الى منع مشاركه النساء في التظاهرات. طبعا المتظاهرون في ساحة الأحرار وسط كربلاء قالوا إن محاولات الصدر لمنع مشاركة النساء جاءت بهدف إفشال التظاهرات وتقليل زخمها. وعد المتظاهرون في كربلاء أو عدوا ما صدر عن مقتدى الصدر في تغريداته الأخيرة طعنا بالانتفاضة ومطالبها المشروعة. دعونا نشاهد هذا المقطع. طبعا بعض الشاسة ينتقد النساء المتواجدات في الساحة. طبعا قبل الانتقاد من المفترض أن يشاهد نفسه ويتكلم بأدب عن إن هذني حرائق العراق ونساء صادقات شريفات خرجن للتظاهرة وحملن هموم الوطن. احنا طالعين مظاهرات على مدى سقط الحكومة، يعني كمجتمع رجال ونساء لما انت تجد وتوقف وتقول انه لازم بس رياجيل ماكو نسوان، انت هنا شنو تريد ترجع للعصر الجاهلي لما كانوا يدفنون المرأة وشي؟ وهاي سبب الأوضاع والوضعية مال العراق تعبانة. طالعين على متسقط الحكومة، المفروض توقفون ويانا مو تصيرون ضدنا، وإذا انتم ما عاجبكم هذا الوضع فتقدرون تنسحبون وتعفونا احنا بالمظاهرات. إذا أني أشرب من أي واحد قاعد بالبيت، أشرب من دول السياسيين الباقونة جايين الظاهرين يريدون حقهم، يجاهدن هنا أحسن من ألف واحد قاعد بالبيوت. أنا واحدة من تظاهرات فلكة الأحرار اللي هي بكربلاء المقدسة. سمعنا بعض الكلام إنه يقول إنه ما عاجبهم تواجد النساء أو الفتيات في التظاهرات، وإنه التظاهرات وجود الفتيات بها هذا يخربها، أو الاختلاط حرام أو الاختلاط ممنوع، أسباب يعني مو معقولة كلامهم. لأنه أول شيء إحنا بشر عاقلين وفاهمين ونعرف من انه احنا طالعين على ثورة نريد مطالبنا، ما طالعين على شيء ثاني. عاد الناس اللي تفكر انه احنا طالعين على مود انه نلتقي مثلا باشخاص ونسوي اشياء مثل اللي متوقعينها بعقلهم، هذا الشيء غلط، لانه هذا تفكيرهم، هم يحسبوننا احنا مثل تفكيرهم. ما نقول تفكير مريض بس ناقص ياخذها على نفسه عاد اللي يفكر هالشيء. مشاهدينا استمعتم الى هذا الحديث، يعني ما الأسباب اللي تدعو مقتدى الصدر إلى أن يخرج بتغريدة يدعو إلى منع النساء من المشاركة بالتظاهرات؟ إذا كان الموضوع على مبدأ الحرمة، فما الذي فعلته ميليشيا القبعات الزرق وسرايا السلام بالمتظاهرات النساء المشاركات في ساحات التظاهر في مختلف المحافظات العراقية؟ اعتداء عليهن بالضرب، وآخرها في ساحة التحرير على خيمة الفارابي، وإحدى الطالبات تعرضت للطعن والاعتداء عليها من قبل ميليشيا سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر. إذا كان يتكلم من هذا المبدأ، لماذا لم يقم بحماية نساء العراق طيلة فترة وجوده في حكم هذا البلد والمشاركة في العملية السياسية مع هذه الأحزاب، والمرأة العراقية يعتدى عليها وتهان وفي المعتقلات،
وكثير من القضايا التي مست المرأة العراقية، وعندنا نسبة أرامل عالية، وعندنا نسبة مطلقات عالية، وعندنا نسبة فقيرات ونسبة فقر عالية خاصة تمس النساء، ولم يتدخل مقتدى الصدر لحماية المرأة العراقية للدفاع عن حقها لحفظها وصونها في بلد كان يجب أن يوفر لها كل ما تحتاجه. يخرج بتغريدة لأنه يطلع الموضوع حرام، مثل العازفة كمان اللي عزفت في كربلاء هاجت بعض الأحزاب التي تسمى دينية على هذا الموضوع ورفضت وقالت أهانت القدسية واعتدت على قدسية كربلاء وغيرها، بينما تسحل المرأة العراقية وهم يتفرجون. قحطان من العمارة تفضل. قحطان موجود؟ غير موجود. أحمد من الموصل تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا تحيت من الموصل للوسط الأهل الجنوب عام. نعم. وهاي من الأشياء اللي بتكتل من الساعة من السياسة إرهابية إيرانية. نعم. إلى الصدر. نعم يا أحمد. الميليشيات يعني تتعدى على المتظاهرين بشكل عام. وين الدولة اللي مفروض تمنع هاي الاعتداءات يا أحمد؟ الدولة محكومة من قبل إيران. إيران ليس لها أي دول حاليا في الحكم العراقي. نعم. حاليا إيران هي تجاهد حكم العراق والواقع برأس المواطنين. وإحنا قلبا وقالبا ويا بغداد. والبصرة خاصة بالباقي. نعم. الله سبحانه وتعالى يعمل أمن والأمان على العراق. شكرا يا أحمد. أبو رضا من البصرة تفضل يا أبو رضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي أنا ما راح أخذ من وقتك ولا راح أشخص الأمور. نعم. بس أكو قول للإمام علي سلام الله عليه. نعم. يقول لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله. عار عليك إذا فعلت عظيمه. طيب. مجلس النواب خليط إناث وذكور، جامعات العراق، دوائر الدولة. نعم. يمكن واضحة الصورة. وياك. المظاهرة اللي قبل جمعتين أو ثلاثة المليونية. نعم. كانت فيها نساء. نعم. حجوالي ها ارجع الى 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 الطامه الكبرى، الطامه الكبرى اللي هي مشايه الامام الحسين. ليش ما نمنع الخليط؟ شلون؟ مشايه الامام الحسين، مشايه الاربعينيه يمكن جنابك شايفها بالتلفاز. نعم. كلها نساء ورجال جاي تروح مشي وخليط وناس مختلطة بشي، بس هل يا ترى كلهم سلبيين؟ برأيك ليش هم دي يسوون هذا الشيء هسه يا أبو رضا؟ هو هذا سؤالي، ليش من صارت على الحكومة منعنا التخالط الإناث والذكور؟ ليش بشغلاتكم أنتم يا سياسيين واردة للقضية؟ يعني المرأة اللي تشارك بثورة حتى تستعيد وطنها إلها والأبنائها والأزواجها والأخوتها وأبائها، هاي دا ترتكب معيبة؟ دا ترتكب خطأ؟ لا لا، بل العيب هم السياسيين، هم العيب نفسه. نعم. هذا أنا أبحث عن مستقبل أجيال. أنا نعم. عندي راتب مو معناته يقول ليس من أمتنا من بات شبعان وجاره جوعان. نعم. أنا لأن آخذ راتب لازم أكون ويا السلطة الفاسدة؟ لا أبوي. انظر إلى مستقبل أولادك، أولادك. صحيح. هاي وجهة نظري وأنا أشكرك جدا. شكرا يا أبو رضا، تصحيح بسيط طبعا، يعني الإمام علي لم يقل هذه المقولة. هي مقولة لأبي الأسود الدؤلي، هي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله أو بمثله. يعني عبد الرحمن من بغداد تفضل. تفضل يا عبد الرحمن. عبد الرحمن من بغداد تفضل.
موجود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل. أنقي وجهة نظري إلى الأحداث اللي تصير بالعراق. نعم. يعني المناظر الشيعية مسيطرة على وناس تريد السن الأمريكان تريد الولي الفقيه والناس ما تريد هاي بالنسبة للشيعة السنة المسؤولين السنة يخوفون السنة الشيعة يعني هاي مال هاي مال السنة والشيعة يا عبد الرحمن نعم دا تقصد السياسيين بس لو دا تتكلم بشكل عام حتى نفتهم أخي كريم يعني مناظر الشيعية مسيطرة عليها مخابرات الكويتية يعني احنا حتى بس حتى بس بس حتى لن جر الكلام الى موضوع احنا يعني ماكو بيه معلومات دقيقه هذا الكلام خلي بس نحكي على اللي يصير على الارض هذا الكلام مو من عندي اخي هذا الكلام مو من عندي هذا السيد عزت الشاذندق طيب شوف يا عبد الرحمن نعم هذا مو موضوعنا اولا احنا ثانيا اليوم بدنا نتكلم عن اعتداء استمرار اعتداء الميليشيات والأحزاب الحاكمة على المتظاهرين ودي يحاولون يعتدون على المرأة العراقية ويمنعوها من المشاركة ليش احنا دا نسأل شنو الأسباب اللي تدفعهم إلى الاستمرار بهاي الاعتداءات وهاي الانتهاكات وليش يريدون يمنعون المرأة العراقية من المشاركة في التظاهرات وفي هذه الثورة أخي مقدر يعني بمؤتمر بإيران انه خلوا الميليشيا تحت سيطرته. نعم. يعني و 35 جندي او عراقي مجنديهم العراقيين. نعم. يعني يريد ينهون هذه الثوره بكل تفاصيلها واحيي الماجده العراقيه المجاهده وادعوها الى ان تلبس الحجاب الشرعي. شكرا يا عبد الرحمن شكرا يا عبد الرحمن شكرا جزيلا لك ابو حمزه من النجف تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شلونك اخي اهلا وسهلا بك حياك الله اهلا وسهلا تفضل اخي بالنسبه للموضوع مشاركه المراه بالمظاهرات ومنعها من المشاركه بالمظاهرات اولا هذه ثوره جماهيريه كامله نعم يشترك بها جميع طبقات الشعب العراقي وجميع فئات الشعب العراقي. نعم. ثانيا المظاهرات المليونية اللي طلعها السيد مقتدى الصدر كان جزء كبير من عدها النساء والمرأة العراقية الموجودة وفق التيار الصدري. أما بالنسبة للمرأة العراقية لها تاريخ العريق بالعراق وشاركت بجميع الثورات وشاركت بالمناسبة ليش يطلع هذا هسه مقتدى الصدر يدعو الى منع المراه من المشاركه يا ابو حمزه نعم ليش يطلع هسه لعد مقتدى الصدر يدعو الى منع المراه من المشاركه المشكله اكو توجيهات خارجيه قاعد تاثر على الساس العراقيين والقاده العراقيين ومن ضمنهم مقتدى الصدر للاسف الشديد يعني مو احنا نحكي انه احنا يحكون بالاستقلال ويحكون بالسياده ويحكون انهم عراقيين اذا كانوا فعلا مثل ما يقولون شلون يرضون نفسهم انه يتاثرون بتوجيهات او اوامر خارجيه يا اخي هم رضوا نفسهم من سرق المال العام ما حكوا عليه وقالوا هاي 13 سنه 14 سنه العراق قاعد ينهب وهم نفسهم يطلعون بالتلفزيون بالندوات يقولون احنا قشمرنا الشعب العراقي واحنا سرقنا الشعب العراقي واحنا ادينا للشعب العراقي شلون لعد هسه يطلعون يحكون بالاصلاح ويحكون بالمليونيات اللي هي طبعا فشلت وطلعت حقيقتها ليش يحكون بهاي الشعارات اللي ما غذت الشعب العراقي الا بالفساد الا بالجرائم الا بالميليشيات يعني ليش هاي الشعارات على منو يحاولون يضحكون ذولا اللي موجودين بالحكم بعد ما يقدرون استاذ بعد ما يقدرون يضحكون لان هاي الجماهير اجت بفكر جديد مو جديد ابدا انما اجت برؤيه جديده لمصلحه الشعب العراقي الافكار دول الناس الطلبه الفنانين اللي قاعد يعزفون الموسيقى اللي قاعد يرسمون اللي ينظفون جميع الشوارع دول يطالبون بوطن جديد بوطن ينحي من جديد مو بس كافي ما
خلوا شيء، باعوا سمات العراق، باعوا حاضر العراق، باعوا ما خلوا شيء ما اندمر بالعراق، وهم يعترفون يا اخي مو الكلام شكرا من عندي او من عندكم. نعم شكرا يا ابو حمزه، كنت معنا من النجف، وضحت الفكره. محمد من بغداد تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. بالنسبة للنسائية تفضل يا محمد. واعتداء اللي جماعة مقتدى قدر يعني كخلصة عامة نحشيها. نعم. سرايا الخاص صح؟ بالنسبة للنساء اللي طلعها وقاتم عليها بالتحديث بعض الأحيان يقول الحرمهم شر بخير، بس كمؤسسة دولة عندنا احنا دولتنا تتحكمها بجيش أحزاب والأحزاب معطوف عليها، من هذا العامري إلى إلى العبادي إلى آخر. طيب هو هذا إذا كان عند على محمد. سيد محمد، اكو احد المشاركين على الواتساب يسال يقول مو عيب نشوف المراه العراقيه بالشارع واكو عقل وشيوخ عشاير قاعده ببيوتها؟ طول عيب بعد خليه بالتدريب بالكليه ولا يخليه يروح المدارس. نعم. دوله ولا يختلط مع المجتمع زين. نعم. فاحنا نرجع ونأصل وصاحهم نهاية المتظاهرة الناس اللي طلعت على عقاب ساء من كانت رجال هم كل طرفين، المرأة انهضمت من قبل والرجل أيضا الشاب انهضم في نفس الحالة، يا أما يا أما المرأة تصحر مرأة طريق الخواص دول من عندهم كلي أتحدث نسارة على الدين، لا الدين واحد ثابت، رجل السيد الشتان يتكلم وتحدث الموضوع وراد أنيسة. بالنسبة لسيد مقتدى متقلب الآراء من 2007 إلى الحكمة. نعم. قال يقول سيد مقتدى أنت راي استعد بيك يا المشاركين. مظاهرات طلع بها أول مثلا الوزارات. نعم. وأي شيء يحدث حاليا بالبلد، أي شيء يحدث بالبلد جعيت النيران ما يحدث هذا الشيء، ما مستحيل. شكرا يا محمد، شكرا لك يا محمد، كنت معنا من بغداد وضحت الفكرة. معنا محمد الآن، سيد محمد من الحويجة تفضل يا محمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، عندنا شكوى يعني نقدمها لقناتكم. تفضل. عندنا من نقول بالحويجة بعلوة المخضر مع الحويجة. نعم. أي من الطب على العلوة، من أنت كمواطن تسوق من العلوة تطلب ياخذون منك كل صندوق اي 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 يقول حاجه ياخذون عليها 500 دينار. منو ذولا؟ منو؟ تابعين الحركه عصايب الحق. عصايب، تمام. اي تابعين الحركه، يعني انا قدام عيني والله اذا واذا تجي من خارج القريه مثلا تطب على الحويجه او داخل الحويجه. نعم. اذا شايل كرم بقره ام شيء معك ياخذون هويتك بالسيطره. نعم. وين الامن يا وين الامن يا محمد؟ وين الامن؟ ما كذا ما اخوي هوي مالك قصبا عنك. ماكو جيش، ماكو شرطه تمنع توقف تحمي قصبا عنهم، يعني انت مجبور، ما مو كيفك تقدر انت يعني اي واحد اي شخص هسه يسمع الكلام يجي على الحويجه ويشوف غير. نعم والله العظيم ياخذون الهويه قبل بالصيدله، يجي شايل انعجه بقرة ياخذون الهويه، يا شايل مخضر يطلع الحويجه ياخذون من الهويه، لازم يدفع فلوس غصبا عنه بالسيطره، وهذا الحكي كله تسمع وكله تدري وما حد يسوي كل شيء. صحيح صحيح يا محمد، احنا حكينا بقناه الرافدين سابقا على الازمات اللي تصير بنقاط التفتيش والسيطرات المروريه الموجوده بكل المحافظات العراقيه والابتزاز الناس على السيطره ما لهم شغله، بعد روحي. نعم الناس على السيطرة ما لهم شغلة، اكو قوة غصبا عنهم، يعني اكو قوة تابعة لقادة السيطرات غصبا عنهم يدفعون هذول الحزاب. صحيح صحيح. ولا السيطرات الناس ما لهم شغلة مو كيفهم، يعني اكو عمل غصبا عنهم. لا مو اكو سيطرات، اكو سيطرات ميليشيات يا محمد، يعني مو سيطرة حكومية، اكو سيطرات ميليشيات. الشرطة مو كلهم يسوون. نعم. وهاي المصيبة، انا اشكرك يا محمد،
هاي المصيبة اللي بالعراق انه الحكومة عندها قوات حكومية شرطة وجيش دي يتفرجون على الميليشيات وهي تبتز الناس وتسرقهم في وضح النهار وتنفذ اغتيالات طبعا وغيرها، وفي احيان اخرى تشارك هاي القوات في جرائم وانتهاكات الميليشيات. آية من الموصل، تفضل يا آية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخيرا أوكي، إحنا أهل مدينة الموصل. يعني إحنا ويا أهل بغداد ويا أهل الجنوب، إحنا يعني داعمينهم من محافظتنا من محافظتنا إحنا يعني نقدم التعازي لذوي الشهداء. نعم. يعني ويا أهل بغداد يعني. نعم. يعني نقول لهم أهل بغداد إحنا وياكم للموت. نعم. يعني احنا اهل الموصل، يعني احنا اهل الموصل ليس انه احنا اهل الموصل ما عندنا تظاهرات احنا وياهم يعني وياهم للموت. نعم. يعني نقول يعني نقول بغداد قدامك، اهل الموصل قدامك. شكرا لك يا آية، كنت معنا من الموصل. معنا اخر المتصلين منتظر من بغداد، بعدين نكمل قراءة الرسائل الواردة. منتظر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة بس أريد أوضح نقطة، يعني نعم أنت تقول السيد مقتدى منع النساء من الحضور في المظاهرات. هو ما يقدر يمنع، هو دعا إلى منع النساء. بس خليني أقول لك، يعني خليني أوضح لك، تعطيني مجال شوي. تفضل. أولا ماكو تصريح بهذا الكلام. تغريدة على تويتر روح شوفها. تغريدة على تويتر روح شوفها. ما يا اخي، هو دعا النساء للمظاهرات، شلون يمنعها؟ طيب ماشي. بس قال انا امنع الاختلاط في الخيام فقط. طيب. ما قال اي خطوه بعد. يعني شنو يمنع؟ يعني بس لحظه، يعني شنو يمنع الاختلاط بالخيام؟ شنو يقصد؟ يعني هسه راح اسالك سؤال، اذا اسالك سؤال بس انتظرني شوي. اي. يعني انت تقبل اختك في خيمه مع رجل تقبل؟ والله يا منتظر، أنا بس اريد اقول لك شغله. اللي يطلع حبيبي طالعين دي يحررون وطن ويريدون وطن، تقبل وما تقبل شنو؟ طيب انت تقبل اسمح لي، انت تقبل انه القبعات الزرق وسرايا السلام تضرب النساء العراقيات وتعتدي عليهم؟ لا ما اقبل. خلاص روح حاسب مقتدى الصدر. شكرا جزيلا. منتظر من بغداد. الجامعات العراقية، الدوائر الحكومية، المدارس، هناك نعم نساء ورجال موجودون في هذه القطاعات الحكومية، في كل المؤسسات، في الجامعات للدراسة، في المؤسسات الحكومية بكافة قطاعاتها وغيرها. هاي الأفكار الرجعية اللي دي يحاولون هسه يثيروها من باب الحفاظ على المرأة وحماية كرامتها وصون شرفها، وهي ينتهك عرضها في المعتقلات، هم ساكتين ودي يتفرجون، يوجهون الميليشيات للاعتداء على المرأة العراقية في ساحة التظاهر، وعرضنا لكم المقاطع. القبعات الزرق اللي تابعة المقتدى الصدر كيف تضرب النساء العراقيات في الساحات، هاي عادي. بس يجي الموضوع انه يروجون لهذه الأفكار المتخلفة موضوع الاختلاط وكذا. أسهمت المرأة العراقية في ثورة التشرين بشكل فعال جدا في تطبيب الجرحى وفي تجهيز الوجبات الغذائية وفي تقدم صفوف المتظاهرين حقيقة في المطالبة بهذا الوطن، واستقبال الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي بصدور عارية من النساء والرجال. هاي عندهم على صفحة، ما يفكرون بها، يفكرون بهاي الأمور حتى يثيرون بلبلة. طيب، فيما تبقى من وقت نقرأ الرسائل. السلام عليكم عبد الخالق الناصر، أشكر قناتكم الرائعة، اللهم ارحم شهدائنا بحق محمد وآل محمد. هسه هاي الشباب اللي دتروح مثل الورود، والله ماكو شيء قاهرني غيرهم، هذول الورود، اللهم ارحم شهدائنا. في رسالة أخرى تقول السلام عليكم، يقول فيروس كورونا حلت ولكن كورونا الميليشيات الصدر وإيران ما حلت، شو وقت يروحون ونرتاح. رسالة تقول السلام عليكم أستاذ محمد، نحييك ونحيي الثورة العراقية العربية المجيدة ونحيي الأمة العراقية أم الجريح وأم الشهيد، وندعو أهالينا ما فهمت هاي الجملة.
رسالة من أحد المشاركين. أخي إحنا في زمن 2020 مو من حق مقتدى ولا غيره يحرم المرأة من فرض رأيها والمطالبة بحقها، وأين كان مقتدى من القبعات الزرق حينما كانوا يهينون النساء في الساحات؟ وشكرا. يقول أحد المشاركين: نساء العراق أشجع من كذا في المنطقة الخضراء، مقتدى وميليشياته كذا لأنهم قتلوا النساء، لأنهم لا يخرجون لمواجهة النساء لأنهم كذا. مقتدى يقول: مقتدى الصدر ليس رجل دين ليفهم الجميع أنه رجل سياسة إيراني. السلام عليكم على جميع كادر قناة الرافدين المحترمة، الله ينصر الشعب العراقي، شكرا لك. رسالة تقول: السلام عليكم أستاذ محمد، بس أريد أقول لك مقتدى هو هسه بإيران، خلي يشوف اليوم تعزية إلى سليماني، وأكيد هو قاعد يمه، خلي يباوع زين ويشوف نسوان بنص الزلم قاعدة، واليوم يم المطار، يم مطار بغداد كل نسوان طالعة. كافي يفرض مقتدى على الناس، مو عبيد عنده، هو تابع لإيران. فيديو طيب، هاي مقاطع غير قابلة للعرض. مقتدى الصدر جاي يقول، جاي يحاول قدر الإمكان يطعن بالثورة وينهيها، هو لو عنده كذا كان مو أتباع يضربون خواتي الطالبات بالشوارع. بس أريد أقول الله يخلصنا من هذا الشخص بنت النجف، شكرا لك. هي رسالة تقول: أنا حسين من كندا، أقول لمقتدى هو قاعد بإيران ويقرر بكيف، لا عيني مقتدى رجل كذا. طيب، السلام عليكم عمي التعبون أرواحكم، مقتدى شخص مريض. رشا من النجف. طيب يقول رسالة إلى منتظر، يقول لا تقدر تمنع النساء بالزيارات اللي يمشون، كافي تخلف، دمرتوا البلد بهذا التخلف. رسالة تقول: لولا النساء ما صار مقتدى، يعني يقصد انه جاء كذا. ماشي. آخر رسالة: المرأة العراقية هي أعظم وأطهر وأنزه مما يصفونها به، الثورة باقية رغم أنوفهم. بهذا ختمنا حلقتنا لهذا الأسبوع مشاهدينا الكرام، نشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.